إمكانيات بسيطة، ظهور عفوي، لباس العمل من موقع العمل، 3 مليون مشاهدة على الفيديو في 3 أيام. كيف يا صديقي؟ استمر. محمد وصل رسالة لكل العالم، إنك بس تكون على طبيعتك، بس تتواضع وتطلع للناس في مظهرك الحقيقي، بتوصل لقلوب كل الناس بكل أنحاء العالم. شوف ما أحلى المقطع هذا، مقطع بسيط جدا 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 ومرة حلو. والله عيشوا بشخصياتكم بدل التصنعات. شوف الشخص ذا. رسالتي لكل واحد عبيدي، ليش حسدتوا لهذا الإنسان؟ اسمع هالكلمتين من واحد سوري وحطوا الحلقة بدانك. أقسم بالله إنه هذا الإنسان دمه عسل يا أخي، بينحب بيدخل على القلب. يا جماعة هالإنسان هذا صور هالفيديو بكل عفوية، جاب أكثر من 3 مليون مشاهدة وطلع ترند. أنا صلي كذا شهر ما طلعت قد ربعه، بدي أدخل حالي بالتراب أحسن الشي. We got love. صحيح سجمع لقيت كل ذي ما صبح الدوكة طلع هكا قلبه بيه والله قلبه كبير يا هذا الزلم اكتشف إنه ما في حدا بيستاهل الزعر، عطول عم يبتسم. العفوية العفوية انك تطلع عفوي هو اللي نجح هذا الفيديو واللي خلاه في اسبوع تقريبا 6 مليون مشاهدة. على سنهيك دائما خليك عفوي. السلام عليكم، دابا دخلت عند السيد نعمل متابعة، جبرت سمع عملي له الإبلاغ وكي خالف لإرشادات المجتمع شنو كامل. الله أعلم، لا إله إلا الله وصف. افرح للدنيا تفرح لك. السيد هذا عمل فيديو قلب به التيك توك الكل، يدور في التيك توك بارتو، الناس كل عملت معه فيديو على خاطر يعطي برشا موتيفاسيون بالرسمي.